De 11h à 13h sur VOFM. جانا لكم في ويمن توك دونك سويعة كل يوم أربعة من 11 نصف النهار. كانت غايبة علينا شوية الجميلة إيمان درجة. يعني سافا شنحوالك إيمان والله توحشتكم وتوحشت The Voice of Africa. أي الله غالب كنت مريضة شوي الحمد لله إن شاء الله كل شيء باللطف يعيشك. دونك جو بونس لي كولور اليوم البلو والبلو أزور والبلو بيترول قاعدين مهيمنين على السيتي. أي ريت وساتو فا إيمان كالعادة عاملة لوك يعيشك يعيشك هكا خارجين على بعضنا اليوم جوستومون. دونك إيمان بدرجة كالعادة باورفول woman. إيمان ديما تختار لنا شخصية نسائية عربية أو إفريقية تميزت بحاجة عن غيرها وتألقت في مجالها وعطات برشة في حياتها المهنية أو الشخصية أو مع عائلتها أو مع لا كوميونيتي اللي تعيش فيها أو البلاد بتاعها. صحيح سي لو بيز امبورطون. صحيح نحبوا ديما نبينوه نحطوا عليه الفوكس خاطر لو رول فيمينا ولو رول لا فام في النهوض زاد بالمجتمعات. أي إلي تري تري امبورطون بيان سور. باورفول وومن اليوم اخترت لنا قعدنا في المنطقة العربية. أي قعدنا في المغرب العربي. أي خاطر برشا قالوا لي شبيك ما تحكيش على اي قالوا لي رانا حتى احنا معناها من نتسمي معناها من الافريك تونس ولا المغرب ولا الجزائر. اي جست اون بيت بارونتيز ايمان افون باسي ا باورفول وومن راهو متابعينا ومتابعاتنا من الجزائري تحيه لاخواتنا واخوانا الجزائريين من المغرب تحيه ليبيا ايضا راهم يلوموا علينا شويه مي اون فا تو فير باش تبدا ايمان تختار لنا دي بيرسوناج بيرسوناليتي فيمينين من البلدان هذوما ليبيات موريتانيات اي مازال الليبيات نشوفوا برشا جزائريات ما شاء الله قاعد في مجالهم جزائريات. صحيح ان شاء الله ناخذ كل مره ان بيرسوناج نحكيوا عليه باش هكيكا نكونوا اي المره الجايه تنختاروا من ليبيا ومن الجزائر. انا عندي برشا خاطر من الجزائر من ليبيا شورتو يتبعوا في على الفيديوهات اللي نعمل فيهم تاع ديجا باللهجه الجربيه وتشبه اللهجه الليبيه برشا. اي برشا يقولوا لي انت ليبيه ولا تونسيه للتونسيه نقول لهم من جربه معنا عندنا كلمات نشبهوا لبعضنا برشا. اي صحيح ان شاء الله نحكيوا عليهم باش نتونس نمشي للمغرب. اي اخر مره اي اليوم باش نحكيوا على سيني حمري. اخر مره حكينا على هند صبري ديما نجيوش نقول هند رستم. هند صبري. اي اليوم باش نحكيوا على مخرجه مغربية أصلها مغربية ومولودة في المغرب باش نحكيوا على سيني حمري اللي تولدت في طنجة في 19 نوفمبر 1977. دونك هي بوها كان رسام ومؤلف اسمه محمد حمري. قرأت في الأمريكان سكول في طنجة وين كانت أمها تخدم. كانت أمها تخدم غادي معناها تقري قرأت غادي البقعة اللي قرأت فيها هذيك كان مهيمن عليها العنصر الذكوري كانوا معناها أولاد أكثر من كانت هي معناها هي نقولوا احنا وكعبتين. دونك عام 92 مشيت لأمريكا في ضمن البروغرام اكستشينج كيف اللي عنا احنا في تونس معناها الفول برايت وغيره. بعد عجبتها معناها وكل شيء قرأت غادي مسرح وفنون تخرجت عام 96. بعد معناها انتقلت لنيويورك مشيت تسكن في نيويورك وين حبت تتبع معناها الكارير تبدا كارير كممثله. مالوغوزمون لقات صعوبه معناها باش معناها باش تلقى لي كاستينغ وباش تلقى معناها سي با فاسيل معناها حتى كان امريكا نقولوا اي حتى كان كيما يقولوا معناها الدنيا غادي في امريكا تبدا اسهل ومعناها مش اسهل اما معناها عندك تنجم تحقق حلمتك وبرشا حاجات اما مش ديما راهو معناها يعطيك الصحة. مالوغوزمون هي ما ظهرت لهاش من الأول كممثلة أما بديت وقتها شنية بديت تعمل بديت تصور في فيديوهات وتعمل لهم معناها مونتاج وكل شيء ما بعدتش هي نقولوا على الدومين ما حاولت كيما مشيتش كممثلة كان عندها بلان بي نقولوا احنا
هذايا معناها اللي جلب انتباه المخرج مليك حسان السيد كي شاف معناها الفيديوهات نتاعها وكل شيء. يا اخي اعطاها فرصه، عملت اخراج فيديو كليب نتاع فرقه جامايكيه، الفرقه اسمها بورن جامايكان. لهذيك معناها كانت أول خدمة تعمل لها إخراج سنة حمري. بعد كان عملت إخراج فيلم Something New اللي هو بطولة سنة لتان وسايمون بيكر، معناها سيغتو سنة لتان معناها من الوجوه المعروفة بالقداء. نشوفوا معناها كان فما تطور من فيديو كليب متاع اي بعد سفا، معناها كيفاش هي يعطيك الصحة. هي اصلا حاجة معناها كيفاش نقولوا تنجم تقول ملهمة، حتى كان واحد ما مشيتلوش. احنا نتصور اي عبد سورتو كصغار حلمنا برشا حاجات يعطيك الصحة. هذه معناها في حد ذاتها تتسمى حكاية، يعطيك الصحة. عام 2008 عملت إخراج ثاني فيلم لها اللي هو The Sister Book of the Traveling Pants اللي هو من بطولة بليك لايفلي. وقتها بليك لايفلي صغيرة معاش كانت فرجت عليه، وأمريكا هيريرا هي عملت الإخراج متاع الفيلم هذا. كانوا ديما يعدي فيه فيلم بي سي تو، يقعدوا يعديوا هالفيلم هذي بس كنت تشوفوا باش تعرفوا. 2010 عملت إخراج فيلم جاست رايت اللي هو كان من بطولة كوين لاتيفا والرابر كامن اللي هو وقتها كان في الفيلم الدور متاعه باسكت بول بلاير، معناها يعطيك الصحة. وتضرب وقتها هي الكيني متاعه كانت وأيس وما حبش يرجع. يخي هي حاولت عندها لو ديفي لو تشالنج وديما لو ريف اللي فيلم محلي هو بالحق. كانت زادة هي المخرجة متاعه العام هذاك. شاركت زادة في إخراج حلقات من 2015 ل 2019، عملت إخراج 19 حلقة في سيري إمباير اللي هي بطولة تراجي بي هانسن اللي وقتها كان من هو مازال معناها من أحسن الـ معناها الـ لي سيري. هي عملت الإخراج متاع إخراج والإنتاج زادة، كانت منتجة منفذة ال 19 حلقة. شاركت زادة في إخراج من أهم معناها السلسلات التلفزية لي سيري، تجي خير من خير من بالعربي تجي سلسله تلفزيه ابار الامباير جلي 90210. زاده هي عملت اخراج، مش الاخراج نتاع السيري الكل اما برشا حلقات. زاده ديسبريت هاوس وايفز اي معناها تبارك الله اي حطت بصمه نتاعها في اعمال كبيره. يعطيك الصحة زيدة، حتى في اللي فيديو كليب تعاملت مع أكثر من أهم الوجوه المعروفة كيف ماريا كاري، كيف ديستينيز تشايلد، كيف برنس، جايزي، ماري جي بلايج. معناها تبارك الله عليها، تحسوا معناها مش كتب لها الكاريير متاع ممثلة، أما تقولش عليها ربي ولا اليونيفيرس ولا معناها يقول لها راهو عندي هذيك مش ثنيتك، أما عندي عندي بلان واحد اخر ليك انت اكثر قيمه اكثر معناها. هذه الحاجه يلزم يمنوا بها برشا عبيد توتافي راهو لو شوما تراسي. والا زيد نحب حاجه اخرى يمنا اترافير سو سوجي لا راهو سي فري كو نعمل كنا عملنا دي ستود يونيفرسيتير وانا دي ديبلوم سويت ونحبوا زيد نتميزوا في قرايتنا سامحوني مي راهو même si le diplôme في branche معينه راهو tu n'es pas obligé باش تخدم في الدومين نتاعك. راهو لي دومين سون ديفيرس و ملتيبل وراهي الفرصه تنجم تجيك وانت تمشي في الطريق وانت تحكي مع صاحبك وانت تحكي قدام بنك ولا انت تحكي قدام مغازان. دونك اون سي جامي سور كوا اون طوم راهو كان ربي كتب لك حاجه ما تلقاش مخير منها. لو انت تحب تركز في حاجه مي الخير ولا لابورت نتاعك اللي باش تكبر بها راهي موجهه في سونس اخر. ساعات تشد في حاجه وتقول كيفاش وكل وهي ماهي الحاجه هذيك ماهيش كتبت لك، يمكن كانت تسيب ومعناها وتشوف ما نعرفش انا تتلفت هكا وتجرب حاجه اخرى تلقى روحك في الحاجه هذيك.
يعطيك الصحه. حلق الفرص زيدا نجمو نعملوه, اما زيدا كي تجيك فرصه ما تضيعهاش, خاطر سوا ديزون لي انا دوميني هكا دونك جو بو با نو راه يفو بروندو دو ريسك دي فوا وفو بالحق فرابي توت لي بورت حتى اللي يتحل الباب الكبير واحد ما يسلمش ما تسلمش اون بيس با لي برا, راه كان ربي يسكر باب راه باش يفتح ابواب اخرى للنجاح. وراه رزقك يستنى فيك, وراه نجاحك مربوط زيدا بالمثابره نتاعك. هو ساعات ساعات مش سهل, خاطر مفهم عباد ساعات معناها يعبد ساعات يأيس يقلق يفد سبحان الله اي مش الناس الكل عندهم اما واحد ديما ماذا بيه. هذه حاجه انا واحده من الناس خططت معناها برشا حاجات في حياتي وما بعد ابخيتو قلت معناها واحد ان شاء الله نقولوا مادام عايش مازال قدامه الوقت وينجم معناها ما مشيتش الحاجه هذيك تنجم تمشي حاجه اخرى. ما ايمان عاش كانت تعطيني رايي حاولوا انتوريفو دو موند بوزيتيف يعطيك بيان سور دز معاكم بيان سور هذيك عندها قيمتها الانرجي اي راهو الانرجي بوزيتيف راهي تتعدى تتعدى وتولي انت حاملها ما عادش معناها ما تجلسوش العباد العبد اللي تلقاه هكا كل شيء ليه فما بيان سور حاول احنا ماناش ناقصين خاطر حاجات واحد نيجاتيف في حياته كل شيء ماذا بيه يقعد مع عباد ويتعامل مع عباد معناها ديما روحهم محلاها ومعناها عندهم اليوم عندنا الروح هذيا بيان سور ما تنجمش مش نقعد لي ميم ريتم اما زيد نحاولوا اختيارنا يكون صعب في العباد اللي نقابلهم في العباد اللي تمن بكم في العباد اللي كيف موتيف زيد كيف شفتوا العبد اللي ديما يقول لك ليه كيفاش وعلاش وصعيب وماذا بك واحد مش ناقص فخيتو واحد مش ناقص والله بالحق راه يفو كروار ا فو ريف معناها يفو كروار لي بروجي نتاعكم ويفو كروار كو كل عبد راه باش ينجح في حياته في دومين معين في اكس معين وفي بيست معين والباب اللي باش يخترقوا راه هذاك يكون نجاحه ان شاء الله حليفه اما اون بيس با لي برا راهو هذيك اهم حاجه نقدموا فيها اترافير لو موند والافريك والمغرب العربي والبلدان العربيه راهو عباد بداو من عباد بداو من بلايص صغيره معناها هما اي خليو ديارهم خليو عائلتهم وخليو بلدانهم مي كوميم كي رجعوا لبلدانهم لا تيت اوت رجعوا افيك دي ديبلوم افيك دي برودوي افيك معناها نجاح عالمي وانترناسيونال اللي قابلهم كان الفخر لبلادهم الفخر لعائلتهم الفخر لاقربائهم دونك خذوا ديما لو بون كوتي دي شوز سي فري كون بو با لافوار ديما ما نجموش نكونوا بوزيتيف طول الوقت ما نجموش نكونوا عندنا انرجي نجمش صحيح مي كون ميم نحاولوا ونحاولوا نشجعوا العباد نحاولوا ما نحبطوش العباد ونحاولوا زيد نعاونوا العباد سا سي امبورتون سورتو معناها التعاون حتى كان ما تنجمش تنجح وحدك اون اي داكور سي فري كو يجيك نجاح مي راه النجاح اون كوميونيتي و اون جروب اللي بلو فريكتيو ويوصل اكثر وخير ويتعمم اكثر ويكبر اكبر اي دونك فوالا كنت هذيا باورفول وومن مع سناء حمري من المغرب سناء حمري لا ماروكان اللي سكسسفول ستوري ان بون سكسس ستوري الحقيقه ان شاء الله يا ربي نكونوا امتعناكم بهاللي موديل بهاللي ستوريز اللي فريمون يعني نابعين من تجارب بسيطه جدا مي كوميم الوقع نتاعهم والنجاح نتاعهم والتفوق كان على اصعدة عالميه اي مع سامي كبيره كيما ريتو على الاخر دونك رينا دي فيديو كليب مع دي غران نون دي غران ستار دي سيري انترناسيونال وامريكان معروفين جدا وقعدوا على مدى سنين بنجاحاتهم الكبيره دونك المثابره والعمل والاجتهاد وان بيس با لي برا باش نوصلوا للهدف نتاعنا ان شاء الله يعيش كيميل نتقابلوا في الحصص القادمه ان شاء الله. هكا وصلنا لنهايه ويمن توك اليوم ميركودي 3 ماي 2023. ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم خفيف روح عليكم نحاولوا ديما نكونوا بوزيتيف بيسكو لو سلوغون نتاع لا راديو نتاعنا سي بوزيتيف فايبس كونوا ايجابيين نحاولوا كمان نتطرقوا لمواضيع حلوه اللي تهدف عندها هدف معين واللي تكون بوزيتيف واللي ننقلوا بها خبرات وتجارب ناجحه واللي بها هي نجم نوعيو ان نومبر بلو لارج نتاع عباد و سيرتو لا جونيس نتاعنا سي ريستي بوزيتيف فوالا نقول لكم ان شاء الله تبقوا على خير ان شاء الله نتقابلوا في الحصص القادمه كنت معكم ايميل ويتي من قدام ميكرو ذا فويس اوف افريكا ويمن توك نلتقي ان شاء الله في الحصص القادمه